السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في الجزء اللي بدأناه. طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن شكل العامل للترس، وتخيلنا قطعاته عاملة ازاي. عايزين نبدأ في الجزء التاني بإذن الله. ده الترس عندنا بعده 24 متر، تمام، 24 متر في طول 60 متر. المسافة بين الترس، كل ترس والتاني 6 متر. المسافة بين البرلين 2 متر، وهي هي المسافة بين vertical cord، تمام. طيب قلنا ده الترس اهوت، تمام. عندنا اتش في البداية و اتش سمول في النهاية. اتش في البداية دي سهلة انك تحددها، زبان على 12 لـ 16. فلو قلنا 24 على 12 لـ 16، ادي 24 من 12 الى ايه 16. خلاص كده يا هندسه طلعت لي ال اتش دي من 1.5 لـ 2 متر، اللي هي ال اتش دي من 1.5 لـ 2 متر، تمام. فاضل ان انا احسب ال اتش سمول، وهي لا تقل عن 1.5. معادله بسيطه، ان لا تقل عن 1.25، وهي معادله بسيطه جدا، ان ال اتش كابيتال اللي انت طلعتها من فوق طرح البي على 2 في 1 على الزد، هو ده اللي احنا عملناها. فرضت ان انا هاخد الارتفاع اللي هو اول ارتفاع ده 2 متر، تمام. وقلت 2 متر طرح 24 على 2 اللي هي البي يعني على 2، طلعت 12 متر. في الميل اللي هو 1/10 طلعت كام؟ 0.8. بس المينيموم بتاعي 1.25، فقشطة خلاص. فانا هاخد الايه الواحد وربع بقى، مش هاخد البوينت 8، لان المينيموم بتاعي 1.25، وهاخد دي برضو 2. فانا الميل كده اختلف، فانا كنت محافظ عن الميل واحد من واحد لعشرة. لما كنت محافظ على الميل 1/10 طلع الدبس ده 0.8. دلوقتي الدبس ده بقى 1.25، وبالتالي الميل اختلف. طيب الميل الجديد كام؟ هعمل خط كده عادي وابدأ اجيب الزاوية بتاعته واجيبها بالتان سيتا. طلعت الزاوية بوينت كام؟ 4. خلاص بالشكل ايه دوت اهوت. خلاص هناخد بس دي كده بروبرتيز، هنعمل بروبرتيز ونشوف الايه احسن. دي مش هتبقى 4 بالظبط، هنعرف الرقم، هنجيب رقمين بعد العلامه، تقريبها رقمين بعد العلامه 3.58. لو عملتها تان على الحاسبه كده تان 3.58 6 من 100. 6 من 100 انت بتتكلم ايه في ميل واحد ايه لستة. معذرة بس لان انا تعبان وعندي برد وبسجل الفيديوهات، فممكن هنا اسقط شوية يعني. فتمام كده معناها 12 متر. خلاص نشيل دوت ودوت، عرفنا الميل واحد لستة خلاص. او ممكن نسيبهم عادي خلاص، وناخد كوبي من ايه من الفايل ده كده، ونبدأ نرسم العناصر بتاعتنا. خلاص وناخد هنا كده، نشيل 12 متر ونشيل دولي ونشيل دولي ونشيل دولي. خلاص كده تمام. وعند امر ميجر ام اي انتر، لو قسمت ده وقلت له قسمه لي كل 2 متر، فهو قسمه لك كل 2 متر. لو خدت لاين كده اهوت لفوق كده على طول، وفي امر اسمه اي اكس تريم اهوت، تمام. ده كده خط السكينة، لو دوست عليه ودوست فوق اطلع كل اللي فوق، لو دوست تحت اطلع كل اللي تحت. انا هدوس كل على كل اللي فوق، بص اطلع لي كل اللي حواليه. فنعمل كنترول زد ماشي، واعمل اكسبلود بس الخط ده خلاص، عشان عايز كل واحد لوحده. بعد كده ايه اكس ايه تريم خلاص، وادوس على خط السكينه وادوس على اللي فوق، شال كده واشيل ده، امسح واشيل ده كده، وامسح واشيل ده، وامسح واخد لاين اهوت يا هندسه. خلاص كده الترس تقريبا ايه اترسم. ترس بسيط جدا، هو ترس اصلا يعني انا شايف ان ترس اسهل من الفريم اصلا. خلاص وتاخد ده كده اهوت ميرور ام اي انتر، تطلع فيه كده فوق، وده خط ده مكرر مرتين امسحه. خلاص يمكن الخط ده مكرر مرتين برضه امسحه، وادي كده تمام قوي. خلاص طب ليه انا عملت العناصر بالشكل ده مايله الدياجونال ده؟ انا لو انا عندي ترس كده، عندي كاميرا سيمبل بيم، والكاميرا دي بدايتها ونهايتها بالشكل ده كده، فانا عندي المومنت بالشكل ده، ومعنى ان يكون عندي المومنت بالشكل ده فالمماس بتاع المومنت بالشكل ده. خلاص تريم خلاص خلاص، واخد ده كده ميرور، فده مماس المومنت يا هندسة. وده
مماس للمومنت، اي عنصر موازي للمماس ده يبقى عليه تنشن، فده موازي لده عليه تنشن، موازي لده موازي لده موازي لده فعليه تنشن، اما ده وده والباقي كله فهو موازي لده فعليه ايه برضو تنشن. اما لو انا جيت خدت عنصر مثلا العنصر ده عملته كده بالشكل ده يا هندسه اهوت، فمعنى كده ان انا عندي العنصر بتاعي بالشكل دوت كده، فهو موازي للايه للتنشن، في موازي عمودي على التنشن يبقى عليه كومبريشن. طبعا انا الكريتيكال عندي تنشن ولا كومبريشن؟ لا الكريتيكال عندي هو طبعا في الستيل الكومبريشن، لان الالوبل حتى كومبريشن كام 180، طب الالوبل تنشن 300. تمام كده تمام. نروح على الساب بقى، نروح على الساب، فاتح انا الساب. اول حاجه قلت ماتريال، عرفت عرف انا الماتريال، ديفاين ماتريال، ادد نيو بروبرتي، او هناخد من دي ادد كوبي ستيل ونسميها ستيل 37 وخلاص. وهنا هنخلي الطن سنتيمتر 2100، وهنا 2.4 ستيل 37، 3.6، 2.4، هنا 3.6. خلاص تمام كده يا هندسة. اوكي ادد كوبي منه يبقى ستيل كام؟ ستيل 52، عشان هو عامل حاجة بيلت اب، هي بس دي هتبقى 3.6 ودي 5.2 ودي 3.6 ودي 5.2. تمام اوكي. دي بالنسبة للماتيريال. بالنسبة للسكشن فريم هعرف انجل التو انجل باك تو باك، ده اللور سكشن هنسميه ال اللي هو لور تو انجل. تمام هنخلي التو انجل 100 في 100، 100 في 10 بوينت 1 اللي هو الاوتسايد ديبس اللي هو الديبس ده كله واحد، والاوتسايد ويتس ده عبارة عن انجل، دي 100 وادي 100 وادي في النص 10 مللي، يبقى 210، يبقى بوينت كام؟ 210. خلاص وهنا طبعا 1 من 100 طبعا كله ايه 1 من 100 وده كله 1 من 100 خلاص. وستيل طبعا 37 وتمام كده. تو انجل باك تو باك 100 في 100 في 10، لان عارفين اللور مبيبقاش ممسوك من حاجه غير ممسوك باللونجيتودينال بريسنج، واللونجيتودينال بريسنج طبعا بتعمل على مسافات كبيره فالانجل بتكبر شويه، فانا خدتهم تو انجل ايه 100 في 100 في 10. وبعد كده ادت كوبي هنخليها الابر تو انجل طبعا دي 70 في 70 في 7 لان دي ممسوكه بالايه بالبرلين، ادي 70 وطبعا 140.7 وادي 140، 70 و70، 140 و10، 150.150 السكنس هوريزونتال واحد طبعا 0.07 من 100 ماشي، وهنا برضو كده 7 من 100 وهنا 1 من 100 سل 37. اوكي العمود ادت ممكن نقول ادت نيو بروبرتي، نعمل العمود هنسميه كولوم 250 في 12 على 600 في 10. تمام يبقى 250، 250 هو الدبس كله هيبقى كام؟ 624.6424 لو اتساعد بوينت 52، هنا طبعا هتبقى كام؟ بوينت 12. تمام هنا في صفر بس، الويب 1 من 100، هنا بوينت 250، هنا 1 من 100، بوتوم فلانج سكنس بوينت، فلانج سكنس بوينت 12، هنا طبعا ستيل كام؟ 52. ده الكولوم طبعا الدياجونال ادد نيو بروبرتي، الدياجونال هنخليه مثلا الدياجونال والفيرتيكال هنخليهم 90 في 90 في 9 ماشي، هنا بوينت 09 وهنا بوينت 09 وهنا كام؟ في بوينت 0.09 من 100 وهنا طبعا بوينت 0.09 من 100 ستيل 37. تمام اوكي ديفاين ماتيريال هنا بس ستيل 37 موديفاي طن متر. تمام كده مظبوط، تمام كده كده الدنيا تمام. تمام كده نخش نعمل كليك يمين على الشاشة الجريد داتا، طبعا احنا في السب بين اساتذة خلاص سبيسنج لازم نعمل اد الاول بالشكل ده add spacing coordinate spacing، طبعا انا ممكن احطها على واحدة بس اللي هي 12 متر او اللي هي 24 متر، وممكن احطها على ناحيتين 12 و12
وهنا اد، هنا كام اد، تفتح طبعا الكات هتلاقي الكات طبعا 8 متر ومتر وربع بوينت 75، 8 متر ومتر وربع، وهتقولي لي وتقول لي اد، وهنا بوينت كام 75. خلاص هنضغط اوكي، اوكي اكس زد ماشي. طبعا هات ارسم الكولوم، ادي الكولوم بالمرة من هنا يا هندسة لحد فين، هنا طبعا من تحت لفوق، عود نفسك العمود ارسمه من تحت لفوق ومن الشمال لليمين، هنا اللور كورد تو انجل اللور كورد طبعا من هنا، خليه حتة واحدة من هنا وخلاص. بعد كده الابر كورد، الابر كورد من هنا لهنا، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين طبعا. بعد كده الفيرتيكال، الفيرتيكال والدياجونال هنعملهم لما ايه نعمل اديت ماشي. هنعمل كده، نعمل كده ونقول اديت، اديت لاين ديفايد فريم، طبعا عايزين 6 لواحد اوكي. وهنا نفس الكلام، اديت اديت لاين ديفايد فريم 6 لواحد ابلاي اوكي. وهنا نفس الكلام، اديت اديت لاين ديفايد فريم 6 لواحد ابلاي ايه داخلها 12 بقى خلاص ابلاي اوكي. سيت ديسبلاي اوبشن انفيزابل خلاص. فريم نشيل الفريم دي ايه سوري، هنخلي هنعلم على مساحة انفيزابل ابلاي اوكي خلاص. سيت ديسبلاي اوبشن تاني، بس انا دايسق على الليبل بتاع الفريم واللوكال اكسس مش عايزهم دلوقتي، انا عايز الانفيزابل دي شيل علامة الصح من عليه اوكي خلاص. بعد كده تقول الفيرتيكال والدياجونال، ادي الفيرتيكال وادي الدياجونال اهمت، ادي الفيرتيكال والدياجونال تمام كده تمام اوي بالشكل ده سوري. بعد كده الايه الميول بتاعتها بالشكل ده تمام 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 كده سوري، المفروض العكس تمام كده خلاص. كده احنا ايه خلاص كده بس اترسم، فاضل بس السبورتات. انا افضل اعمل السبورتات فيكسد لان انا مش هعمل العمود مسلوب في الترس ماشي. سبرينج سترين خليها فيكسد ماشي. وفي نفس الوقت طبعا احنا عارفين ان الترس بيقلل في القطعة جامد تمام كده. هنحدد بس ده كده، اساين اساين فريم طبعا ايه ريليز طبعا ابلاي اوكي خلاص. وتحدد ده كده خلاص، ده كده موجود undeformed shape. set display option نشيل علامة restrain دي apply اوكي ماشي. set restrain مش عايزة تظهر، طيب اللي هي ال supportات عشان نشيل علامة الصح من هنا حطها تاني، طيب يمكن تظهر ماشي، ظهرت اهيت خلاص ماشي كده خلاص. فاضل بس ايه خطوة، احنا عرفنا القطعات وعرفنا الماتيريال وعرفنا السبورتات وعرفنا كل حاجة، فاضل بالظبط خطوة الايه الاحمال، بعد كده خطوة الايه ديزاين. طيب قبل خطوة الاحمال احنا دلوقتي يعني احنا عارفين الهوريزونتال بريسنج بتصمم ازاي، والفيرتيكال بريسنج بتصمم ازاي، والاندي جيبل بتصمم ازاي، فانا مش محتاج اعمل المنشأ 3D. فلو انت برضو حابب تعمله 3D مفيش اي مشكلة، علشان حتى تطلع الستريننج اكشن اللي موجود في الايه في اللوجنتيودينال بريسنج تمام. لو حابين نعمله مفيش مشكلة يعني، وفي نفس الوقت احنا دلوقتي برضو ما عنديش اي مشكلة. اهم حاجة بس انا عايزها يعني مهمة جدا اللي هي حتة الليبل بتاع الفريم. فشايف الفريم كده، لو دخلت على سيت ديسبلاي اوبشن وهنا عملنا السكشن بس علشان نقدر نشوف القطعات بألوانها، زي ما انت شايف كده هندسة ان يعني ده متسمي 18 19 20، لا انا عايز اسميه لور 1 لور 2 3 4. فانا هحدد ده كده واقول له من اديت من هنا في حاجة اسمها هنا شينج ليبل، وخليها هنا element اي ليبل فريم وخليها ال كابيتال تمام. واديت وانزل تحت كده قول له قول ان قول ان ليست خلاص اوكي. لا ال 1 2 3 لحد 6 مش محتاجه ايه يعني، هو كده كده ده ايه ترس ال يعني
مش محتاج ان انا اسمي ده، لان انا لما اجي اخرج النواتج واصمم هصمم جزء واحد، لان هو كده كده ميرور يعني ما فيهوش اي اختلاف. اما لو انت عندك اختلاف تمام يمين او شمال فتضطر انك تسمي ايه دولي. تمام. تعالى بقى نسمي دولي برضو الابر اديت شينج ليبل، خلاص نسمي ايه ابر اديت ايه اول ان ليست. اوكي خلاص حدد الدياجونال بالشكل ده لحد دوت، واتاديت ايه اديت اهوت شينج ليبل اديت اول ان ليست 7 8 9 10 11 12. اوكي ده كده ايه المفروض إيه سوري فود اكتب دي في اديت شينج اديت شينج ليبل ماشي، المفروض اكتب دي ايه في خلاص كده 1 2 3 4 5 6 مظبوط الله ينور. خلاص فضل بس الايه الدياجونال اخر خطوة اهوات اديت شينج ليبل خلاص الدياجونال اديت والانست كده تمام اوي وميت فل وايه وعشرة حدش كده ايه خلاص كده كده الجزء ده مش هنسميه لان ده كده كده ميرور واحنا هنصمم على جزء واحد بس. خلاص تمام نعمل كده خلاص. ده هيفيدني بايه؟ هنعرف دلوقتي هيفيدنا بايه. فضل بس خطوة الايه الاحمال بس عشان ما اطولش عليكم. ان شاء الله نكمل المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.